اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه السهره المتجدده معكم عبر الجزيره مباشر مصر. نناقش في هذه الدقائق ما تم في مجلس الشورى اليوم. كانت جلسه ساخنه اقر فيها قانون مباشره الحقوق السياسيه، وكانت هنالك ثلاث نقاط خلافيه في هذه الجلسه. الجنسيه، هل يحق لمن يترشح لمجلس الشعب ان يكون فقط مصريا ام من ابوين مصريين؟ تم حسم الخلاف فيما يبدو. مشكلة التجنيد أيضا كان هنالك خلاف واحتدام في النقاش حول من لم يؤدي الخدمة العسكرية، هل يترشح لعضوية البرلمان؟ وكذلك ما قيل عن كوتا للأقباط على مستوى الجمهورية، الدوائر الجمهورية، أن تكون هنالك مقعد قبطي. كان اقتراح من أحد النواب الأقباط الدكتور جمال حليم أن يكون هنالك مقعد قبطي في كل محافظة في محافظات الجمهورية، لكن لم يقر هذا خشية أن يكون فيه عوار دستوري. يسعدنا أن يكون معنا في هذه السهرة الدكتور عصام شبل، عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط. أهلا وسهلا بحضرتك. والدكتور ايمن هيبه، عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لحزب غد الثوره. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك. تصحيح، مهندس ايمن هيبه المهندس، ومكتوب هنا دكتور الحقيقه. دكتور الاستاذ، الاستاذ ولا دكتور؟ لا، المستشار نبيل عزمي. المستشار نبيل عزمي، عضو مجلس الشورى وعضو حزب مصر. اهلا وسهلا بكم جميعا. ربما سيكون معنا في الجزء الثاني من السهره ايضا الدكتور خالد محمد، عضو مجلس الشعب السابق، عضو اللجنه القانونيه لحزب الحريه والعداله. سيكون معنا ضيوف اخرون، لكن نبدا بالماده التي اثارت نقاشا واسعا اليوم في مجلس الشورى، وهي الماده التي قدمتها اللجنه التشريعيه الخاصه بمساله التجنيد. اللجنه التشريعيه في مجلس الشورى قدمت هذا النص، ان يكون المرشح للانتخابات قد ادى الخدمه العسكريه الالزاميه او اعفي منها او لم يؤدها بسبب اعتقال سياسي أو حكم عن عدم أدائها، ومضت 10 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره. لكن النص النهائي الذي أقر بعد جدل محتدم هو كالتالي: أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو استثني من ذلك. ونريد أن نعرف الفارق بين النصين. أبدأ بك دكتور عصام شبل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أوجه العزاء لأهلنا في مصر الحبيبة، سواء من قطار البدرشين أو ما حدث اليوم أو من عقار الإسكندرية، هذه الحوادث المؤلمة التي تدمي قلوب الشعب المصري، والتي فقدت فيها مصر في مثل هذه الحوادث أكثر مما فقدته في حروب قضتها مع العدو المحتل. وهذا إن نم على شيء فإنما ينم عن توارث سنين طويلة وأجيال متعاقبة لفساد وعدم استغلال لموارد وهيكلة الدولة، مما أدى أن يكون المصري دمه رخيص إلى هذا الحد. وممكن نكون بنتعارك ومجلس الوزراء عمال يفكر 4 ساعات يشتري عربية ولا ما يشتريش، يعمل الطريق من هنا ولا من هنا، يمشي من هنا ولا يمين ولا شمال، والدم بيروح كل يوم. خالص العزاء وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتكرر ذلك. بالنسبة للخدمة العسكرية حضرتك أستاذ زين، الخدمة العسكرية وأدائها شرف لأي مصري، والحقيقة الذي يعني يحرم منه ويعرف قيمة هذا الشرف بكتير بيتألم. والمفروض تكون فلسفة الخدمة العسكرية هي الرغبة أصلا لدى المواطن، والثقافة التي يؤصلها التعليم وتؤصلها الأحزاب والقوى السياسية والقوى الوطنية في هذا الوطن، أن يكون هناك يعني مش تكون إجبارية بالإكراه، بل بالعكس أن يكون المستثنى منها والمعفى منها نادما ألا يكون قد شارك في مثل هذا الشرف العسكري. لكن ونحن ننظم لقانون انتخابات وننظم لعمل مقبل فيه بعض يعني معايير الترشح لمجلس النواب القادم، لابد أن تكون هناك ضوابط ومعايير حتى يعني. أنت صوتت على النص الأول ولا النص الثاني؟ لا، أنا صوتت الحقيقة على النص الثاني اللي هو بعد التعديل، بعد أكثر من اقتراح. إحنا كان الفلسفة التي نخشى أن يدخل منها إلى هذا النص أن يكون التأجيل للخدمة العسكرية نوع من أنواع الاحتيال. كنا نود أن يكون التأجيل مدة كافية لا تتضمن فقط
مدة الترشح عشان ما يبقاش يؤخذ ذريعة الترشح لعضوية مجلس النواب أو مجلس الشورى أو لأي منصب في أي انتخابات قادمة أن يكون سبيل للتهرب أو للخروج من الخدمة العسكرية. كنا نود أن لو هناك تأجيلا أن يكون تأجيلا لمدة كافية تكون يعني تأجيل لماذا؟ تأجيل الخدمة العسكرية؟ المدة التأجيل اللي هي بيكون فيها نوع من الاستثناء، يعني أنا عايز أقول لحضرتك ما هو في إعفاء من الخدمة العسكرية أو أداء أو الاستثناء، نتمنى ألا يكون قرار الاستثناء يكون فيه مغبة نوع من التحايل على الترشح للتأجيل. لكن احنا عايزين نفهم عقلية اللجنة التشريعية وهي يعني تخرج بهذا النص اللي هو أنه قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسي أو حكم على عدم أدائها ومضت 10 سنوات. يعني بص يصعب علي كمواطن مصري أن أتصور أن هذه اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الشورى ليست لديها مشكلة في أن يكون هنالك عضو لمجلس الشعب أو لمجلس النواب أو مجلس الشورى ولم يؤدي الخدمة العسكرية أو تهرب من الخدمة العسكرية، فلا بد أن يكون هنالك خوفا ما أو سببا ما قد أدى بهذه اللجنة إلى أن تخرج بهذه الصياغة التي رأى المجلس اليوم أنها معيبة وعدلها. لا، أنا أقصد وأتصور أن هناك فئات من المجتمع سواء من السياسيين الذين اعتقلوا بذنب أو بدون ذنب وقد فاتت عليهم أداء الخدمة العسكرية قهرا، أو من هم في بعض القضايا أو في بعثات خارجية أو بعثات تعليمية أو لسبب قهري تم تجاوز المدة، فكان هناك إشكالية قانونية كيف نتعامل معها. وكل الصياغات والاقتراحات التي قدمت النهاردة كان هدفها احنا مش عايزين نخرج بالنظرة السيئة لأنها قيلت بوضوح يمكن على لسان ممثل البناء والتنمية الدكتور عاصم اليوم أن هناك 50,000 حالة من الاعتقال السياسي قد أخذوا شهادات تهرب انهم يعني متخلف عن اداء الخدمه العسكريه، وبالتالي لو كان شامل النص الاول من بعض البنود المقترحه كان ليس من حقه، سيتسبب ان ليس من حقه الترشح لمجلس النواب القادم. وبالتالي هناك اشكاليه، هناك من اخذوا بعض الاحكام الجنائيه او كانوا في بعثات خارجيه او كانوا في بعثات دبلوماسيه او الى اخره، هذه ظروف قهريه تحل او في حروب، مثلا بعض الناس المصريين كانوا في بلدان فيها حروب منعوا ان هم يجوا في ظل النظام السابق سواء اللي كانوا في افغانستان مثلا على سبيل المثال او كانوا في العراق او كانوا في غيرهم. لا، ما حضرتك كان له الرغبه بغض النظر ان يعني هم كانوا بيحاربوا هناك، مش هدخل في اشكاليه يعني جدليه، انا عايز اقول بعض الموانع القهريه كانت بتحول دون ان يؤدي الخدمه العسكريه. فاحنا هنا النص الحقيقه انا شخصيا ارتحت له النهارده، وقد وعد اللواء ممدوح شاهين ان يكون قرار قرار وزير الدفاع بانه يشمل هذه الحالات المستثناه تحديدا وسينظر اليها بعين الاعتبار ان طبعا لا يستوي عندي اللي ظلم وقهر سياسيا وسجن او اعتقل بغير ذنب وفاتت عليه مده، مش هجمع عليه ذنبين وهجمع عليه يعني الامرين او الظلم مرتين، مره يعني هو النص الاول كان المقصود منه هو حمايه من حرم سياسيا او اعتقل سياسيا، نعم، ولم يتمكن من الخدمه العسكريه بسبب الاعتقال او تخلف عنها او فاتته المده من ذلك، فالقرار اللي هينشا عن ذلك من وزير الدفاع سيفصل ذلك، وده كان تقريبا اقرب الصياغات التي تفوت علينا الجدل الذي دار اليوم في الخدمه في مجلس الشورى. طيب دكتور ايمن هيبه، المادة الثانية أفضل من المادة الأولى؟ من المادة الأولى كانت تحمي من حرم سياسيا أو تخلف لأسباب قهرية بدرجة بشكل أكثر وضوحا. بسم الله الرحمن الرحيم، أود أولا أن أشارك دكتور عصام عزاءه للمصريين، وده أصبح أمر بيتكرر كل يوم، يعني الغريب أن أنا أول امبارح كنت بعزي المصريين في حدث بدرشين، النهاردة بعزيهم في حدث المعمورة، وطبعا انا بتفق مع الدكتور عصام ان ده شيء متوارث من نظام جرى في مصر، لكن في نفس الوقت في مسؤوليه على النظام الجديد من عدم وضع حلول عاجله تمنع تلك الحوادث او تمنع الاهمال اللي بيؤدي الى قتل المصريين كل يوم. مش بس عايزين نرمي كل المسؤوليه على النظام القديم، الى متى؟ لابد يكون في وقفه، في حكومه بقى لها فتره من الوقت، هذه الحكومة يجب أن تحاسب على ما قصرت فيه من وضع حلول عاجلة لوقف قتل المصريين تحت أي ظرف.
بالنسبه للتجنيد التجنيد انا ليا وجهه نظر مختلفه. لابد ان نفرق بين المتهرب والمتخلف. انا كليا اصول ريفيه انا عايز اشرحها لك بطريقه اكتر توضيحا. في كتير جدا في اريافنا وفي مدن مصر كلها بيأجل الخدمة العسكرية لظروف بيمنحها القانون، انه العائل الوحيد لاسرته، العائل الوحيد لاخوته لاخواته، العائل الوحيد لوالدته. العائل الوحيد معفى بحكم القانون؟ لا مش معفى، عائل الوحيد في ظل وجود أب كبير. انا عائل وحيد ومعفى. يؤجل عائل الوحيد، انت الابن الوحيد معفى. الابن الوحيد معفى. العائل الوحيد يؤجل لحين بلوغ السن او ادائهم الخدمة العسكرية او اخوه الصغير تمام. تصور حضرتك والحاله دي موجوده، موجوده كتير جدا في اريافنا والمستمعين والمشاهدين شايفين. حضرتك بتبقى العائل الوحيد، بتاجل لحد ما اخوك التالي ليك مباشره بيخلص تعليم او بيخلص خدمه عسكريه، وبتاخد تاجيل تاني لحد اللي وراه ما يعمل. حضرتك بتلاقي نفسك 29 سنه وشهر او 29 سنه و30 سنه الا شهر قبل ما بتفكر تروح تقدم نفسك للخدمه. خلاص انت فاتك الدور، بتقدم نفسك على انك متخلف من التجنيد وبتاخد شهاده انك متخلف وبتدفع الغرامه. ده يفرق كتير عن اللي ما راحش وتهرب باي صوره من الصور. الحالات دي مش قليله، حالات دي كتير جدا، حالات دي كتير جدا، واللي عنده ناس في الارياف اكيد لامس هذا الوضع. في ناس اصلا ما بتسجلش في الدوله عشان ما يروحش. ده موضوع تاني بقى، ده موضوع تاني خالص. لكن النهارده فاذا كنت انا بعاقب هذا الراجل، عاقبته في عقوبه ان انا دفعته غرامه او حكمت عليه بالسجن ورديت الى اعتباره وعاقبناه في اللجنه التشريعيه بتقول لي ظروف. ازاي هو رد الاعتباره؟ يعني النص الاولاني القضاء العسكري بيسمح. النص الاولاني بيقول ورد اليه اعتباره. قضاء العسكري غالبا انت بتحاكم بتدفع الغرامه. مساله رد الاعتبار دي قضاء العسكري نظم هذه المساله. لا القضاء العسكري في الاحكام الجنائيه ولا الاحكام الجنائيه في رد اعتبار لمن قتل وسرق ومن زور في شهاده التجنيد. ده موضوع تاني. اللي زور في شهاده التجنيد، وعندنا حالات ماثله لبعض الناس المشهورين زوروا في شهادات التجنيد وخدوا احكام، والنهارده اصبحوا ملء السمع والبصر وبيقول عليهم ده فلان الفلاني وده فلان، وبيصادفوا في كل مكان. فمش عايزين نفرق في المعامله بين الاثنين. احنا ضد التهرب من التجنيد تماما، بل بالعكس. النهارده في كلمه اللواء ممدوح شاهين كانت موفقه، كنت نفسي اطالبه لو الدكتور احمد فهمي كان سمح لنا بالكلمه. وانت ليه سايب العقوبه بسيطه؟ ما تغلظ العقوبه لكي تمنع هذا التهرب ولكي تستعيد للخدمه قدسيتها وشرفها. تعال لنا في مجلس الشورى وقدم اقتراح ان اللي تهرب من تجنيد احبسه 10 سنين، خلي الغرامه 1,000,000 جنيه. تقوم تحد لما يقول لك النهارده ان في ناس كتير تحد الغرامه بتشديد العقوبه. لكن المتخلف نتيجة ظروف معينة وأدى العقوبة، المفروض الإنسان ما يتعاقبش مرتين على شيء. طيب رد الاعتبار جديد بقى. وأنا وهذا ما أريد أن أسأل عنه المستشار نبيل عزم. اسمح لي أكمل النقطة. طيب اسمح لي حضرتك. فالنهارده الراجل ده أدى العقوبة، رد الاعتبار طبقا لإجراءات القضاء العسكري، وكمان عاقبناه بعشر سنوات علشان ما يبقاش فيه مبرر للناس إنها تستسهل الموضوع. ليه عملنا كده؟ لأن مفيش عقوبة أبدية ولا فيش حرمان ابدي. حرمان الابدي طبقا لما نصت عليه المذكره التفسيريه للدكتور عوض المر اللي كان رئيس المحكمه الدستوريه، الحرمان المطلق وغير المحدود في الزمان من مباشره الحقوق السياسيه جميعها او من بعضها مؤداه ان يصير المواطن اجنبيا. انت خلاص المواطن ده ما بقاش مصري، ده بقى اجنبي، انت بتفقد عنه انتمائه. تمام. وان يفقد بالتالي صفه المواطنه التي تميزه عن كل اجنبي سواء كان مقيما في مصر او خارجها. وفي ذلك تقوم المحكمه الدستوريه ان الحقوق السياسيه المشار اليها في الماده 6 من الدستور الجديد او 62 من الدستور الماضي تعتبر من قبيل الحقوق العامه التي حرص الدستور على كفالتها. وفند الدكتور عوض المر في رساله كبيره جدا ان مفيش داعي للحقوق، لا يجوز الحرمان الابدي ابدا. مجلس القومي الحقوق يعني هو الدستور اصلا لما حرم الحزب الوطني قيادات الحزب الوطني حرمهم 10 سنين. وده اللي احنا استندنا اليه في التعديل في اللجنه التشريعيه. حضرتك بتسال ليه؟ قلنا دي مده مساويه للعزل السياسي. المجلس القومي لحقوق الانسان في 8 نوفمبر 2009 بيقول ايه؟ تعديل الماده 5 فقره 5 من القانون 38 لسنه 72، دي الماده اللي احنا بصلتها بشان مجلس الشعب والشورى، تؤدي الى الحرمان ابديا للمتخلفين على، والنص صراحه لن يكون المرشح غير مطلوب نهائيا للخدمه العسكريه. ده واحده من الحاجات، ده مجلس القومي لحقوق طيب. الانسان. اخرى اسمح لي عشان النقطه دي تستوفي حقها تماما. الـ النقطه الاخرى
خلينا نكملها بعد الفاصل، فاصل قصير مشاهدينا الكرام، نعود بعده لمواصلة الحوار في هذه السهرة من الجزيرة مباشر مصر حول ما تم البحث اليوم في مجلس الشورى، فابقوا معنا. تجربة إعلامية متميزة، أول مركز من نوعه، مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، دورات نظرية وعملية وعبر الإنترنت، دبلومات إعلامية متخصصة، الخيار الأول للمحترفين والهواة على حد سواء. مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، بيئة متكاملة للإبداع. أرسل وشارك بآرائك حول القضايا الهامة، سياسية، رياضية، اقتصادية وأخرى متنوعة. خدمة الرسائل SMS عبر الجزيرة مباشرة. رأيك قد يصنع قرار. يا أهل مصر طاب المحي، عالمقهى جئناكم ضموا إلينا، عالمقهى جئناكم بالفكر نلقاكم نحن وإياكم، عالمقهى مياكم عالمقهى. عالم يتبدل واقعه في كل لحظة، ولكل لحظة قيمتها، ولأننا نعلم ذلك نفتح عيوننا على كل الوقائع على مدار 24 ساعة مباشرة من دون تدخل، كي تعيش الواقع كما هو وتتفاعل معه. رؤيتك الجزيرة مباشر، تلفزيون الواقع الإخباري. شركاء في التغطية، أرسلوا لنا صوركم وفيديوهاتكم التي التقطتموها عبر هواتفكم المحمولة أو كاميراتكم الشخصية. قم بتصوير ما يدور حولك من أحداث وفعاليات، وكن مراسلنا في محافظتك، في بلدك، في شارعك. أرسلوا لنا ما لديكم عبر البريد الإلكتروني agmvlogger@aljazeera.net.
يكون الفائز بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد محمد مرسي عيسى العيار. يا شعب مصر العظيم، أنتم أهل السلطة ومصدرها. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. فإنني ليس لي حقوق وإنما علي واجبات. يقنعونا يفهمونا يا جدعان ده غلط الدستور صح؟ يطلعوا يقولوا لنا ويقنعونا عشان بيقولوا احنا جهلة. طب احنا جهلة، فهمونا انتوا يا متعلمين ايه هو الحق. الحاجات السياسيه دي كلها احنا بنطلع اصلا نتكلم فيها وعارف وفاهمين سياسه وكل الناس عارفه سياسه، بس احنا دلوقتي زهقنا من السياسه، احنا عايزين حاجه تاكل الناس عيش، لقمه العيش. الاعلان الدكتوري شق الصف المصري اتنين، بقيت انت في صف وكل الشعب المصري في صف تاني. الرئيس مش هيعمل لنا حاجه، هنعمل الشعب زي ما عمل الثوره ممكن يعمل اي حاجه. بيسقطوهم كأنهم عصافير من على الشجر، بيموتوا لصالح مين؟ لصالح مين الشباب اللي بتموت واللي سايبه عيالها واللي سايبه امها؟ ليه؟ مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الجزيرة مباشر، رسائلكم إلينا إثراء للحوار والنقاش وتبادل الأفكار وللمحافظة على تفاعل بناء بحوار راق، فإننا ننوه للتالي: لا يمكننا عرض أي رسائل نصية تريد فيها كلمات نابية أو تلميحات عنصرية، تهجم شخصي سواء على شخصيات عامة أو مشاهدين آخرين، رسائل تنتهك القانون أو تشجع على انتهاكه، رسائل تحمل إعلانات تجارية أو حسابات مصرفية. تجربة إعلامية متميزة، أول مركز من نوعه، مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، دورات نظرية وعملية وعبر الإنترنت، دبلومات إعلامية متخصصة، الخيار الأول للمحترفين والهواة على حد سواء. مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، بيئة متكاملة للإبداع. من جديد في هذه السهرة من الجزيرة مباشر مصر، أرحب ضيفي الذي انضم إلي قبل قليل، الدكتور خالد محمد، عضو مجلس الشعب السابق وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وما زال معي ضيفاي الآخران الدكتور أيمن هيبة، المهندس أيمن هيبة، عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة، والمستشار نبيل عزمي، عضو مجلس الشورى وعضو حزب مصر. وكنا نتحدث قبل الفاصل عن المادة التي أثارت جدلا واسعا في مجلس الشورى اليوم، الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وكانت الفقرة الخاصة بالتجنيد، موقفه من التجنيد، أثارت هذه المادة جدلا. كما قلنا من قبل، فإن اللجنة التشريعية جاءت بمادة تفصل الاستثناءات المتعددة التي يمكن أن يترشح بعدها من لم يؤدي الخدمة العسكرية لعضوية مجلس النواب، لكن المادة في صيغتها النهائية ابتعدت عن هذه التفصيلات واكتفت بالقول أن يكون المرشح
أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو استثني منها. وأنا أريد أن أعرف رأي الدكتور المستشار نبيل عزمي عضو مجلس الشورى عضو حزب مصر في النص الجديد. النص الجديد أو النص النهائي يلغي مثلا أو لم يؤديها بسبب اعتقال سياسي أو حكم عن أدائها ومضت 10 سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره. وهي نقطة أوضحها المهندس أيمن هيبة قبل قليل بأن هذا يتفق مع تفسير المحكمة الدستورية ومذكرة أو الدراسة التي قدمها المستشار عوض المر، وأيضا تمنع حرمان فئات كثيرة كانت مضطهدة في الماضي، الإسلاميين بشكل واضح، من أن يحرموا من الترشح في مجلس النواب بعدما حرموا حقوقا كثيرة في 30 عاما الماضية. شكرا لك. بس عايز أعز الرئيس مرسي في المتوفيين في الحادث. الرئيس مرسي بس؟ عايز أعز الرئيس مرسي ورئيس الوزراء، الحكومة، الشعب، المصريين. بس عايز أعزي الناس أصحاب المسؤولية المباشرة على حماية المصريين. وما أظنش بعد 6 أشهر، أيوة أنا عارف إن هذا طريق موروث من النظام البائد، قبل ما حد يجاوب إن ده من النظام البائد، بس فيه 6 أشهر يعني مش ممكن يبقى واقفين على آليات صغيرة تهدد حياة المصريين. آخرها حادث القطار ضرب عربية من 4 ساعات. يعني كل حوادث القطارات مزلقة نادي. مزلقة نادي. يعني ما تبقاش عندي عامل بشري وعندي بطالة. يعني ده أنا أعمل ساتر بشري وأدي فلوس للناس حماية الأرواح المصريين. لا يمكن أن يستهان بدماء المصريين بهذا الشكل. تمام. هذه واحد. تعال نتكلم في الجيش بقى. طيب. الجيش أنا شرف لي أن أنا أديت خدمة عسكرية. وأنا فخور ان انا حملت البدله العسكريه وكان في مثل جيلي يتباهى انه راجل. كان زمان يقول اللي ما دخلش الجيش ما بقاش راجل. الجنديه شرف، الجنديه وسام على كل مصري. المعضله اللي احنا فيها دي معضله قلبيه، فانا اتفق تمام الاتفاق مع سيد اللواء ممدوح شاهين وعقلية. طب ما في بعض الجرائم المخلة بالوطنية الاستخبارات، واحد يتهم بالاستخبار وياخد رد اعتبار ويستطيع ان يتقدم للترشيح. هنا المعايير المعادلة، هل هي الجندية فقط المعيار؟ لا، المواطنة والمواطن الصالح هو المعيار. يبقى لابد ان هناك معايير محدده. يمكن حاول اللي هو ممدوح شاهين في مرافعه، اسميها مرافعه، مرافعه طويله، مرافعه عن شرف مصر وعن شرف الجنديه، ان يعدل اقتراح الحكومه الى هذا التضييق. وانا مع التضييق وليس التوسيع لسببين. قد يظلم اخواننا بتوع الحريه والعداله والسلفيين احيانا في امر اعتقالهم، ده يستطيع ان يجيب انه كان معتقل من الفتره دي للفتره دي. هيجيبه منين؟ ما ده الجدل اللي اثار في مجلس الشورى النهارده. هيجيب منين ان هو كان معتقل؟ يا سيدي الفاضل، كل سجون مصر ومعتقلاتها بها اسماء دخول وخروج كل نزيل. احنا بنتكلم يعني هيحتاج شهاده من وزاره الداخليه. خلاص يقدم طلب للمحكمه، ياخد تصريح من المحكمه، الزام وزاره الداخليه باعطاء تصريح المعتقل الفلاني الفلاني تاريخ دخوله وخروجه من السجن. اما ما قالوا زمان كنت احب اواجهه، المتواجدين خارج اقليم جمهوريه مصر العربيه في حاله حرب في افغانستان او في طالبان ليس مبرر من هروب الخدمه العسكريه. الوطن هو الوطن، الوطن له حدود، لابد ان نفرق بين امرين. مصر إقليم ولا دولة؟ مصر ليها حدود ولا إقليم عام داخل إقليم أكبر؟ لا، مصر ليها حدود يحدها البحر وجنوب السودان والبحر الأحمر وليبيا. هذا هو الإقليم الذي ننتمي إليه
إيمانيا. يبقى المعضلة عندك حاجتين، العقل يقول أنا مع رأي الحكومة، شمعنا العقوبة دي اللي انت ماسك فيها ومثلها بتسيبها له، بالعكس ده الذي يتخابر على مصر أسوأ من تهرب على التجنيد. لكن المسألة انت لو شفت اللواء ممدوح النهاردة كاد يبكي، قال لك نسبة المتهربين من الجيش، مش راضي يقول الرقم العسكري عشان ده سر عسكري، رقم شد به لما شدد العقوبة، خلاص كان هنا يتعين أن يشدد العقوبة للتهرب من الخدمة العسكرية، يخليها أعداء. لا مش أعداء، مش للدرجة يعني يشددها، لا يعني يكفي أنه يمنحه أو يمنعه من بعض حقوقه طبعا السالبة للحريات، إنما ما تنفعش تعمل حرمان أبدا. فأنا مع النص الجديد. طيب هل لديكم مشكلة دكتور خالد في النص الجديد؟ لا بالعكس، احنا مع النص الجديد، لان يعني هو في مع بس انتوا يعني برضو اللي اقترحتوا النص القديم، يعني مش لا مين اللي قال كده؟ أي؟ لا طبعا طبعا لا 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 كيف كانت تتم الموافقه عليه في التعديل؟ هذا التعديل المقدم مقدم من عضوين من الحريه والعداله، اللي هو التعديل اللي يعني الرجوع الى ما جاء به لا النص النص الذي اقر ده اقتراح مباشر من على الهواء من اللواء ممدوح تمام ووافقت الهيئه ووافقت الهيئه هيئه الهيئه البرلمانيه لحزب الحريه والعداله، لان احنا مع ان يكون المتهرب من الجيش واخد بال حضرتك ما ينفعش ان هو يبقى مرشح لاحد المجالس النيابيه. اسمح لي يا خالد بيه، لم يكن هذا رايي على فكره، وده قاله كمان الدكتور عصام. لا 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 بالظبط كده بالظبط كده، لان انا هقول لحضرتك هذا الامر الدكتور جمال حشمت. الدكتور حشمت قال وقف وقال رايه بمنتهى الشجاعه، قال انا ضد المتهرب وانا بفخر ان انا اديت خدمه عسكريه، لكن ضد الحرمان الابدي، ضد حرمان مواطن مصري من حقه مدى الحياه حقيقه. انا بس هستحق اكمل طبعا في فرق لازم نفرق دايما بين قرار للهيئة البرلمانية مجتمعة وبين آراء شخصية لأعضاء في هذا الحزب. لا يستطيع أحد مهما كان أن يحجر على رأي الدكتور جمال هو الذي يعبر عن رأي الهيئة، لأنه رئيس الهيئة البرلمانية داخل الحزب. إذا لما يقصد النص الأولاني اللي هو بيتكلم عن أو لم يؤديها، يعني كان لم يؤديها دي مشكلة كبيرة جدا. مشكلة إن بالفعل اولا معلش، يعني لما نيجي نتكلم في موضوع الدستور وعدم الدستوريه، اولا هو مش هنقول ان في عقوبات اخرى هي اعلى وعقوبات اقل، اولا دي مش عقوبه، موضوع ان هي توضع في النص بحرمان اشخاص ليست عقوبه. ده هقول لحضرتك قانونا دي ليس حرمانا، هناك وضع لشروط تقيد الالتحاق بامر معين. على سبيل المثال لما اجي اقول لحضرتك يعمل في القضاء لابد ان يحصل ان يكون حاصلا على شهاده الليسانس، تمام؟ اذا ما ينفعش يشتغل قاضي واحد واخد كليه الهندسه معاه شهاده في الهندسه وعايز يخش الى هذا المكان. القانون نظم الالتحاق بهذا المكان، تمام؟ اذا لما الدستور يضع ان الخدمه العسكريه اداء وواجب مهني شرف لابد ان يتم، اذا من حق المشرع ان يضع الشروط التاهيليه لمن ينوب عن هذا الشعب، بالضبط كده، من ينوب عن هذا الشعب ويمثل هذا الشعب، ليس من بينها أن يكون متهربا عن الخدمة العسكرية. إذن هي ليست عقوبة عشان أقارنها أقول أن هو اللي اتحكم عليه وخد 10 سنين ثم بعد 10 سنين ما خدهم وترد له اعتباره من حقه يترشح والآخر لا يرشح. الحرمان من حقوق سياسية دكتور، هذا الأمر الحرمان من حقوق سياسية، نعم، ألا يعد عقوبة؟ لا هو ده مش حرمان من الحقوق السياسية، هي اشتراطات. بص حبيبي، لا هناك فرق بين الحرمان من حقوق السياسة، عارف يعني إيه الحرمان من حقوق السياسة؟ يعني معناه أنه يحوز الشروط التي وضعها القانون للالتحاق بهذه المهمة ثم يحرم من هذه المهمة. هذا هو الحرمان. أما وضع القيود والشروط فهذا حق للمشرع أن يضع للمكان المناسب شروط لمن يلتحق بهذا المكان. طيب هناك فرق ألا تحرم كبير من الحرمان. ألا تحرم أنت كل أبناء المصريين المتجنسين في الخارج من الترشح لمجلس النواب؟ لأنه إذا تجنس المصري وهو ما زال مصري لن يكون بمقدوره أداء الخدمة العسكرية. إذا كان هذا من شروط يعني إذا كان أنا بمثل، مع أن القانون هنا اللي هو أقر في مجلس الشورى النهاردة بيقول أن يكون مصريا، ودي النقطة اللي هنتكلم فيها بعدين، ما قالش من أبوين مصريين، لكن اشترط الخدمة العسكرية. نعم. إلا إذا استثني منها، وأنت عندك أعداد كبيرة جدا من المصريين في الخارج لم يؤدوا، ناهيك عن اللي في الداخل، هذا شرط، لم يؤدي الخدمة العسكرية وهو في الواقع لا يدعى إلى الخدمة العسكرية لأنه يتجنس بجنسية أو يحمل جنسية أخرى.
ما يا سيدي الفاضل، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. انا بضع شروط، هذه الشروط عشان التحق بيها، واخد بال حضرتك؟ انا لو عايز اخش البرلمان المصري خلاص انا مش هاخد جنسيه اخرى، مش عايز الجنسيه الاخرى. ليه؟ لان انا عايز انال شرف ان انا ادافع عن هذا الوطن واحارب واخش الجيش بتاع هذا الوطن وادافع عنه، عشان لما احب اخش امثل هذا الشعب اكون اديت الضريبه الخاصه به، وان انا ممكن اتحط في الايه. اذا هي شروط، ما انا عشان كده بقول لحضرتك انا ما بحرمش حد، انا بضع شروط. يا جماعه اللي عايز يخش البرلمان او عايز يمثل الشعب لابد ان يكون اجتاز 1 2 3 4، هذه الشروط التي تضع. انا موافق معاك، بس احنا اتقمص دور المذيع ولو للحظه واسالك سؤالين. اتفضل. ايهما اصعب او ايهما ظرف مشدد عن الاخر، ان اضع هذا النص اليوم ونحن في حالة سلام، أم أضعه في حالة حرب؟ لا، ليس له علاقة. أولاً أنت عشان تبقى في منطقة فيها سلام دائم لابد أن يكون جيش، لابد أن يكون جيش دائماً قوي ولا مستعد بالضبط كده، ولابد أن يكون مارس أبناء هذا الشعب دورهم الوطني. يعني أداء الخدمة ليس له علاقة، أداء الخدمة ليس له علاقة بالسلام أو بالحرب. أنا لم أخرج من الخدمة إلا منذ أسابيع قليلة فقط، بعد هذا السن كنت على ذمة الاحتياط وكنت فخور بذلك. نعم. لكن اسمح لي، لما اكون انا في حاله حرب ده يكون ظرف مشدد اكتر، مش كده؟ صحيح. قانون 38 لسنه 72 عندما صدر كان في الفقره 6 كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان اللي وصل سنه 35 سنه غير مطالب بتقديم صحيح شهاده الاداء او الاعفاء من الخدمه العسكريه. وده كان في حاله الحرب، كان في 72 في ظل حرب الاستنزاف وقبل حرب 73. فكلنا عارفين ظروف اللي تم فيها تعديل القانون في 2003 لإخراج مجموعة من النواب. أنا لا أدافع عن المتخلف ولا المتهرب أبدا، لكن لا أقبل أن المزور لشهادة الخدمة والمرتكب لجريمة التهرب يرد إلى اعتباره ويترشح والراجل ده يحرم حرمان أبدا. المزور لأداء الخدمة ده حضرتك هو ما أداش الخدمة، وإذا كان مزور لأداء الخدمة فهو ما أداش بالفعل، فهينطبق عليه نفس الأمر. لا ما ينطبقش. إزاي؟ بيرشح. ازاي هياخد عقوبه؟ هياخد عقوبه يا رب اعتبار، لكن عقوبه لابد انه لم يؤديها لان هي بتلغى. لابد ان ارجو ان تبقوا معي معنا عبر الهاتف لو تسمحوا لي اللواء سيد هاشم المدعي العام العسكري الاسبق. ونريد ان نعرف منك سياده اللواء مساله الاستثناء كيف ستنظم، كيف الوزير الدفاع ان ينظمها بحيث لا يظلم احدا لم يتمكن من اداء الخدمه العسكريه بسبب اعتقال او بسبب اخر خارج عن ارادته. بك يا سيدي وللسادة الزملاء الضيوف الأفاضل، والحديث شيق للغاية ويسعدني أن أفهم فيه. النص هو يتعلق بالقانون 38 لسنة 72، وهو الذي يجري تعديله في المادة الخامسة الفقرة الخامسة كما ذكرت، وكان يتضمن أن يكون النص القديم قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي عن أدائها طبقا للقانون. الجديد هو الاستثناء. هل الاستثناء منصوص عليه الآن أو يجري تطبيقه الآن؟ نعم، الاستثناء يجري تطبيقه. إذن هناك فرق ما بين الإعفاء من أداء الخدمة وما بين الاستثناء. الإعفاء من أداء الخدمة هي حالات محددة وردت في قانون الخدمة العسكرية على قبول الحصر، أما وهو لا تعدل إلا بالقانون، لا يضاف شيء منها أو يستلب منها شيء إلا بالقانون. أما الاستثناء فهو حالة من الحالات التي ينظمها القانون عن طريق قرار يصدر من وزير الدفاع وينص على الحالات التي يرى أنها موائمة وفقا لمتغير الزمان والمكان. الآن مثلا وعلى سبيل المثال، فإن الابن الوحيد لوالديه أو لأبيه أو لأم يكون معصيا. أما حالة الاستثناء أضرب بها مثلا مزدوج الجنسية، فمن غير المقبول واحد ابن فلان لكن في نفس الوقت يحمل جنسية أجنبية، فهو قد يجند في جيش الدولة الأخرى ويكون أمره غير مقبول. هنا الملائمة التي جرت داخل اللجنة التشريعية أولا ثم داخل المجلس في الحوارات التي جرت جمعت بين الحسنيين، فأعطت للسيد وزير بالإضافة الآن أو بالإشارة الآن إلى الاستثناء داخل هذه المادة
أصبح لوزير الدفاع أن يضمن ضمن ما يضمن في حالات الاستثناء التي صدرت بها قرارات سابقة مثل هذه الحالات. يعني يضمن مثلا حالات هؤلاء الذين اعتقلوا لأسباب سياسية. لا أستطيع أن أقول كل الحالات السياسية اللي جرى فيها الاعتقالات تكون مبررا، لأن هناك من اعتقل لارتكابه جرائم خطرة بالنسبة للمخدرات ولأمن الدولة إلى غير ذلك. للزميل الذي قال على العقوبة المشددة، أقول أن التوصيف الصحيح لهذه المسألة فيما يتعلق بالعقوبة هنا، إذا كان عاوز ينظر لها على أنها عقوبة، أقول أنها من العقوبات التبعية التي تتبع التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، وهي بمواصفاتها هذه لا يغير من مضمونها ما نص يعني رد الاعتبار، لأننا أمام القانون 73 لسنة 56 المتعلق بتنظيم الحقوق السياسية. والحقوق السياسية بالمناسبة هي وفقا للمادة الأولى إبداء الرأي في كل استفتاء أو انتخاب كل من رئيس الجمهورية وكل الانتخابات التي جرت. المادة الثانية نصت على هنا، وهنا وجه المفارقة وهنا وجه الدقة في التشريعين بمقارنتهما بعضهما ببعض. في الفقرة الرابعة من المادة الثانية، كل من ارتكب جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية، أي أن من يرتكب جريمة ويتخلص من الخدمة العسكرية ولا يعاقب بعقوبة الحبس وإنما بالغرامة مثلا، هنا يباشر كافة حقوقه السياسية من استفتاء إلى ممارسة الانتخاب بإبداء الرأي على المرشح سواء في انتخابات الرئاسة أو مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو أعضاء المجالس الشعبية المجالس المحلية. هذه الفروق يجب أن نأخذها في الاعتبار، وأنا مع الرأي الذي انتهى إليه المجلس التشريعي اليوم بإضافة عبارة العبارة التي أشرنا إليها وهي حالات الاستثناء. وأظن أن هو النص حتى نذكر المشاهدين أيضا، النص يقول أن يكون المرشح أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي منها أو استثني منها، يعني نص قصير جدا ليس به أي تفصيل. شكرا شكرا، انا خلصت رايي، ولو عند حضرتك اي سؤال تحت امرك. هو اذا هذا النص يعطي وزير الدفاع وحده مطلق الحريه ومطلق الصلاحيه في ان يحدد حالات الاستثناء، حالات الاستثناء ومنها ما يتفق مع المصلحه العامه في هذه المساله، منها مثلا ان كان الانسان قد ظلم لسبب فاعتقل بغير حق وبغير عداله فحرم من أداء الخدمة العسكرية، وهي شرف كما قال زميلنا الدكتور عصام في بداية الحديث، هي شرف بحق ووفقا للمنظومة التشريعية والمنظومة القضائية هي شرف ينبغي وضعه في إطاره كما قال اللواء ممدوح شاهين. شكرا جزيلا. هو عندي سؤال تاني ليك سيادة اللواء، لكن خاص بالمادة الأكثر إثارة للجدل وهي الخاصة بالجنسية. يعني إذا كان سيد وزير الدفاع يمنع تملك غير المصريين من أبوين مصريين في سيناء على سبيل المثال، كيف لوزارة الدفاع أن تطمئن، للجيش أن يطمئن أن يكون في مجلس النواب أو مجلس الشورى مصري ليس من أبوين مصريين؟ الحقيقة أن هذا النص من ضمن حالات الاستثناء، من ضمن حالات الاستثناء، يعني أن يكون الإنسان له جنسية مزدوجة هي من الحالات الاستثناء. ما الذي يجري في حالات الاستثناء؟ يعرض على المخابرات الحربية وتشكل لجان لفحص حالاته وتشترك فيها النيابة العامة ومندوبين عن التجنيد، وتستغرق هذه المسألة نحو سنة حتى يحصل على حق الإعفاء أو التقرير بالخدمة. هي إذن مسألة يجري التدقيق فيها تدقيقا كاملا على هذا النحو، وهي كما أشرت لحضرتك هي من حالات الاستثناء التي جرى بها في الفترة السابقة. وبالتالي مسألة أن هنالك 50,000 فلسطيني الآن مثلا لديهم الجنسية المصرية، هنالك من يحصل على جنسيات بالتبعية كزوجة تتزوج مصريا فيحصل أبناؤها على الجنسية المصرية، دول كثيرة ليس فقط فلسطينيين. هؤلاء على الأقل حتى الآن من حقهم الترشح لمجلس النواب
لانهم مصريون، لا ليس بالضروره من ابوين مصريين. بالضبط، انا عندي قانون الجنسيه يحكم حصول الشخص على الجنسيه، وقانون الجنسيه هنا للاسف قانون لا يساوي بين المركز القانوني للزوج والزوجه فيما يتعلق بالابن الخارج سياسي. المساله مساله تحتاج الى عدل نظر، ارى ابتسامتك عبر شاشات التلفزيون، ولكن هنا طالما حصل على الجنسيه وهي جنسيه واحده فان امه لا تعطيه الجنسيه ويكون له حق الترشح. ثم انه سيصطدم بشرط التجنيد وهو طبعا غير متوفر بالنسبه لمن لم يكونوا من ابوي المصريين. هو هنا هذه المساله انا الحقيقه لا اريد ان اعلق عليها، فاقترحتها اللجنه قدرتها لائمتها لظروفها بمذكرتها التفسيريه، ولكني يعني فيما يتعلق بحصوله على الجنسيه اقر بهذا. اعتقد انه هو ان يترشح وله من ابوين، دي مساله لقت حوار شديد اثناء مناقشه مواد الدستور على هذا المعنى. شكرا جزيلا سيادة اللواء السيد هاشم المدعي العام العسكري الاسبق، شكرا جزيلا لك. واعود مره اخرى الى ضيوفي في الاستوديو، اعود اليك مستشار نبيل عزمي عضو مجلس الشورى وعضو حزب مصر. في هذه النقطه، نقطه الجنسيه، الم ترى انه كان ينبغي ان تكون من ابوين مصريين ككل شيء في مصر الان؟ لا حقيقه لا ندري ما المغزى وراء وضع هذا التعبير. الدستور قال ان يكون مصريا فقط. لم يقل من ابوين مصريين. كان يتعين علينا الا نخالف الدستور في القانون، لكن كان يتعين علينا ايضا ان نوضع هذا النص الدستوري ضمن المواد التي لابد ان نتفق عليها ان تعد لسببين. بهذا النص وبهذا الشكل كل من تجاوز اسرائيلي يهودي، مش هنقول فلسطينيه عشان ما يبقاش فيه حرج يعني، ولا يهودي خليه اسرائيلي، ولا يهودي خليه اسرائيلي، خلاص اصبح مصري. فهنلاقي في البرلمانات بتاعتنا اسرائيليين. ازاي يعني هو واحد مصري تزوج اسرائيليه، الابن هيطلع ايه؟ مصري، هيطلع مصري ماشي. من حقه يتقدم للترشيح ولا لا؟ وطبقا للديانه اليهوديه هو اسرائيلي، خلاص. فتخيل الام هنا هي المدرسه، الام نوحها ايه؟ اسرائيلي. يعني انا بهدد احنا كان الأمن عندنا قومي. دكتور كان عندنا نائب رئيس وزراء يعني يقال الله اعلم يعني ان هو كان عديل شارون، يقال. لا دعنا من الاشاعات، انا بتكلم على نصوص دستوريه حاكمه، بنتكلم على قانون كان ينبغي ان تراعى تلك المساله، كان ينبغي ان تؤخذ فيها راي الجهات السياديه. لا يمكن سيادية. بالمنظر ده يعني وبالسذاجه دي ان احنا نقع في هذا الموقف. طبعا يعني هذا النص الدستوري يجب في الحوار الوطني ان يوضع ضمن انا اسمح لي يا دكتور بي، هو الحوار الوطني حد ملتزم بيه؟ الحوار الوطني، اصبح النهارده هنرجع للحوار الوطني، لا قيمة له. هنرجع للحوار الوطني، الحوار الوطني اصبح لا قيمة. دعونا نبتعد عن الحوار الوطني لانه لن نصل الى شيء. خلينا في هذا الحوار هنا. في هذا الاستوديو الان، اليست مسألة التجنيد هذه ضمانة الا يدخل مجلس النواب المصري من هو متجنس وليس من ابوين مصريين؟ واولا ايه الخطر انه انت بقى عندك واحد فلسطيني في مجلس النواب؟ ايه الخطر؟ لا معلش قبل ما تخش حضرتك في هذا السؤال، لان انت كده بالسؤال ده اعتبرت هذا الكلام كانه واقع وكانه حقيقي وكانه هو يمكن ان يتحول الى واقع. لا يتحول الى واقع. لو وزير الدفاع استثنى اي شخص، مش بس يا سيدي الفاضل، من اي جهه. هو سؤال انما حضرتك ارد بس على حضرتك. طب انا بس هخلص رد في الجزئيه دي. هو في 50,000 فلسطيني. انا لسه ما قلتش حاجه عشان حاجه ترد. طيب انا لسه ما قلتش حاجه عشان حاجه ترد. انا ديمقراطي. هل فعلا ان هناك فلسطينيين حاصلين على الجنسيه المصريه صوتوا في الانتخابات الرئاسيه الماضيه والتشريعيه؟ طبعا. اولا هذا الكلام غير صحيح. انا اعترض بدايه انا اعترض عن ان يكون نقول ان هناك ان نحصر القضيه كان فلسطين وكان لا معلش اكمل لحضرتك. عندك امريكان وعندك وكل دول العالم، عندك في كل دول العالم مصريين
اللي يتولد في 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 بره وكان وصوت في التصويت. اكمل لحضرتك. اذا لا حضرتك لما اجي اتكلم وادي هذا الايحاء ان انا ان القصه كلها انا هيبقى عندي فلسطينيين في الايه في الجيش، هذا الكلام يعني غير مطروح بالمره في الجيش. او احنا قلنا فلسطيني لان القانون الجنسية نظم المساله. انت عندك عدد كبير جدا من المصريات المتزوجات بأجانب، بمصري المصريين المتزوجين. العدد الأكبر ربما يكون من الدول الجوار لك، ليبيا، السودان، وكذلك دول أبنائهم يتجنسوا بجنسية وكذلك غزة. دي الدول اللي أنت عندك فيها تزوج كبير جدا، يعني علشان بس ما نبقاش عنصريين ونقول فلسطينيين أو أو غير فلسطينيين. يبقى أنا إذا سعوديين موجودين، قطريين موجودين. أنت عندك نسبة كبيرة من الأمهات من المتجنسين أو الحاصلين على الجنسية المصرية لأن أمهاتهم مصريات. صحيح. ومنهم مثلا محمود الزهار وزير خارجية. هؤلاء جميعا لم يؤدوا الخدمة العسكرية بداية. عشان بس ايه، اذا زي ما قلنا هنرجع هو لسه ما فيش حد استثنى. انت بتتكلم حضرتك على الفترة الماضية جميعا. لابد ان احنا واحنا بنتكلم في قانون نقول القانون ما تم وما سيتم. اولا انت بتتكلم، معلش حضرتك، بتتكلم عن نص لم يوضع في القانون الا النهاردة ولسه ما تصدقش عليه في المحكمة الدستورية العليا ولسه لم يصدق عليه اصلا من رئيس الجمهورية. اذا ما فيش استثناءات حصلت، يبقى انا بتكلم عن شروط اساسية كانت موجودة في القوانين السابقة وهي تأدية الخدمة العسكرية. تمام. على مدار ما مر من الزمن ما فيش حد، ما كانش فيه استثناءات، ما كانش وزير الدفاع بيستثني اي حد. اذا شرط اداء الخدمة العسكرية كان موجودا. اكمل بس لحضرتك، احنا نرجع اذا جميع المصريين او جميع المتجنسات المصريات الا اولادهم اخذوا الجنسيه المصريه هم لم يؤدوا الخدمه العسكريه، اذا لم يمثلوا في البرلمان ولن يمثلوا في كل اللي فات ولن يستثنوا. طيب ارجو ان تسمحوا لي بان نواصل النقاش لانه هذا موضوع فعلا يحتاج الى كثير من النقاش، لكن سنعود الى النقاش في هذا الموضوع بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. في الجزيره باتجاه الحدث وتفاصيل الجزيره.net صفحة الجزيرة على الفيسبوك وعبر تويتر. شارك .الجزيرة.net. خدمة الجزيرة موبايل. كيف ترى تطورات الأمور في الساعات القادمة؟ بين النور والظلام تكمن الحقيقة. أهلا بكم إلى عرض لأهم وآخر الأخبار من قناة الجزيرة مباشر مصر. قال المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل أن السفارة الأمريكية بالقاهرة مارست ضغوطا على بعض الأحزاب وعلى رموز سياسية لضمان عدم خروج الدستور إلى النور. وطلب سليمان خلال حديثه لبرنامج بلا حدود على الجزيرة مباشر مصر بإجراء تحقيق في ذلك. المشكلة أن الاستفتاء كانت السفارة الأمريكية حريصة تماماً على ألا يظهر الدستور إلى النور. السفارة الأمريكية؟ نعم، ومارست ضغوط على أحزاب سياسية وعلى سياسيين لهذا الغرض. المستشار أحمد الزين تصرح في جريدة الوطن يوم 29/11 بأنه على علاقة صداقة بأحمد شفيق. محمد أبو حامد أعلن أن المستشار أحمد الزندي يؤيده في دعوته إلى الثورة يوم 24 أغسطس الماضي. وكان محمد أبو حامد أحد الحاضرين في الجمعية التي قيل أنها جمعية عمومية للقضاء وكانت مفتوحة وقد حضرها محامون ومتهمون وسياسيون ومنهم محمد أبو حامد. هذه الصلات مع الإصرار على الدعوة لعدم الإشراف على الاستفتاء مع رغبة العديد من القوى في عدم ظهور الدستور إلى النور مسائل في غاية الخطورة ويجب أن تكون محل تحقيق.
وأشار سليمان خلال حديثه أن النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود هو الذي طلب الاستقالة من منصبه وطلب تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. كما أكد مساعد وزير العدل أن النائب العام الحالي المستشار طلعت إبراهيم رفض تدخل قوات الأمن لإنهاء احتجازه من قبل أعضاء بالنيابة العامة الشهر الماضي، وذلك حفاظا على هيبة القضاء، أن الاستقالة التي قدمها حينها كانت تحت ضغوط. وقعة التعيين هذه قد حدثت بموافقة النائب العام، بل أنه هو الذي طلب أن يترك النيابة العامة عبد المجيد محمود. نعم، وعرض إذا أراد النظام تكريمه أن يكون رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وهذا في حديث مع معالي المستشار أحمد مكي الذي اعترض وزير العدل الذي اعترض على فكرة تعيينه رئيسا للجهاز المركزي، لأن هذا المنصب لا يتناسب مع مقام النائب العام، وعرض عليه أن يعود إلى المحكمة، ولكن المستشار عبد المجيد قال إذا كانت المحكمة فأنا هعود في البيت. دعا رئيس مجلس الوزراء دكتور هشام قنديل إلى اجتماع عاجل لمجلس المحافظين اليوم الخميس، وذلك لبحث خطط تأمين مزلقانات القطارات على مستوى محافظات الجمهورية. كان 4 أشخاص قد لقوا حتفهم في حادث اصطدام قطار بسيارة أجرة مساء الأربعاء عند مزلقان منطقة أرض اللواء في محافظة الجيزة. وقع التصادم بينما كانت السيارة تمر من فوق قضبان السكة الحديد وقت قدوم القطار رقم 79 المتجه من القاهرة إلى بني سويف. عقب الحادث تجمهر العشرات من أهالي منطقة أرض اللواء على القضبان الحديدية مهددين بمنع استئناف حركة القطارات. وأمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بتشكيل فريق من النيابة لإجراء التحقيقات في الحادث. يأتي هذا الحادث بعد يومين من حادث قطار البدرشين الذي أسفر عن مقتل 19 مجندا وأصاب أكثر من 100 آخرين. قال وزير النقل دكتور حاتم عبد اللطيف إن 80% من عربات قطارات السكة الحديد انقضى عمرها الافتراضي، إن الوزارة بصدد إعادة هيكلة منظومة الصيانة بالهيئة، كما تم التعاقد لشراء أكثر من 200 عربة قطار. أضاف الوزير أن هيئة السكك الحديدية تعاني من بعض المشاكل الخارجة عنها، وهي العنصر البشري والمتمثل في العمالة بهيئة السكك الحديدية. قالت وزارة الصحة إن حصيلة ضحايا انهيار عقار منطقة المعمورة بالإسكندرية بلغ 28 قتيلا و8 مصابين. أكدت مصادر أمنية للجزيرة مباشر مصر انتهاء أعمال البحث عن الضحايا في موقع المنزل المنهار. إلى هنا ينتهي موجز الأخبار. لمزيد من المتابعة والتفصيل يمكنكم زيارة موقع الجزيرة مباشر مصر على الإنترنت ومتابعة البث الحي للقناة على الموقع ذاته. كما نستقبل تعليقاتكم وأسئلتكم على صفحتينا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. شكرا لكم وإلى اللقاء. أهلا بكم من جديد في هذه السهرة الممتدة معكم من الجزيرة مباشر مصر. وصلنا في مناقشتنا لما جرى في مجلس الشورى اليوم للفقرة الخاصة بشروط الترشح والفقرة الخاصة بجنسية المترشح أن يكون مصريا فقط، ولم ينص في قانون الانتخابات على أن يكون من أبوين مصريين، ما فتح الباب على مصراعيه لكثير ممن حصلوا على الجنسية المصرية في الفترة الأخيرة أن يكونوا أعضاء في مجلس النواب أو المجالس المنتخبة في مصر، وأن يكون هؤلاء من أصول مختلفة للدول الجوار كفلسطين كليبيا كالسودان، والتي بينها وبين المصريين تزاوج كثير، حيث يسمح للمصرية التي تزوجت من أجنبي أن يحمل أبنائها الجنسية المصرية. وكيف يتم التوفيق بين هذا وبين بند عدم أداء الخدمة العسكرية أو الاستثناء من الخدمة العسكرية؟ ثم السؤال الذي طرحناه، ما هي المشكلة أصلا أن يكون في مجلس النواب ممثلون لهذا النوع من المصريين الذين يتجنسون؟ وهذا مبدأ متعارف عليه في كل دول العالم، لا يحرم أحد من دخول مجلس العموم على سبيل المثال في بريطانيا لكونه كان مهاجرا وحصل على الجنسية
البريطانية. فإذا كان هذا مطبقا في دول العالم فلماذا الحساسية في مصر؟ أعود مرة أخرى إلى ضيوفي في الاستوديو الدكتور خالد محمد، عضو مجلس الشعب السابق وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، والمهندس نبيل العزمي، المستشار نبيل عزمي عضو مجلس الشورى عضو حزب مصر، وكذلك المهندس أيمن هيبة عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة. وأسمع وجهة نظرك، كنت تشرح في هذه النقطة دكتور خالد، أكمل لو سمحت وجهة نظرك في هذه الأسئلة التي طرحتها الآن ثم نتوجه إلى ضيوفنا الآخرين. أنا بقول لحضرتك إن إحنا حينما ننظر إلى القانون لابد أن ننظر إلى القانون متطابقا مع الواقع، متطابقا مع عايز أقول إيه الروابط السابقة واللاحقة لي. فلما نيجي نتكلم عن القانون ده إحنا بنقول إن لفظ الاستثناء ده النهاردة أقره في مجلس الشورى لم يكن موجودا. إذن الفترة السابقة ما فيش حاجة اسمها كان حد متجنس بجنسية مصرية يقدر ينزل مجلس الشعب، لأنه في جميع الأحوال مش هيبقى أدى الخدمة العسكرية، مجلس النواب لأنه أدى الخدمة العسكرية، فبعد مش هيبقى أدى الخدمة العسكرية، إذن فهو لن يستطيع الالتحاق ب. لكن يمكن أن يصدر له نظريا يصدر له قرار من وزير الدفاع. هنا بقى أنا أتفق هنا مع سيادة اللواء المدعي العام العسكري أن المنظومة كلها تحتاج إلى إعادة نظر. وبعدين لابد أن احنا ننظر إلى سياق التشريع الآن. التشريع الآن أولا النص الدستوري قال أن دي فترة أحكام انتقالية، هذا المجلس هذا القانون لهذا المجلس فقط. يعني أنا دلوقتي بشرع هذه المادة للي هيخش هذا المجلس، مش المجالس اللي بعد كده. ليه؟ لأن الدستور وضع نظام قانوني لمجلس النواب ومجلس الشورى اللي هو بعد هذه الانتخابات. إذن من مهام مجلس النواب الجديد أن ينظر في التشريع ككل بعد ذلك، وأن يشرع المواد المكملة للدستور. وأهم مواد مكملة للدستور هي القوانين الأولانية اللي هي قانون يعني الانتخابات. مجلس النواب على أسس سليمة. ما هو المجلس ده هيجي على أسس سليمة، احنا ما بنتكلمش في النواب هيجي على غير أسس سليمة. إذن هيبقى عندي بعد كده إيه؟ إن هذا القانون كله هيلغى، ولابد لكل الملاحظات دي إنها توضع أمام المشرع أمام مجلس النواب الجديد، سواء بقى هي فعلا التجنس بالجنسية دي. إذا كان يحتاج إلى تعديل دستوري يبقى من حق المجلس النواب ده إنه يقدم تعديل دستوري يقول إن أنا عايز ان هو يكون من ابوين مصريين. اذا كان مش عايز التعديل الدستوري ولكن هيضع شروط قانونيه، انتوا في حزب الحريه والعداله في مساله الجنسيه هذه هل لديكم مشكله في ان يدخل مجلس النواب او البرلمان المصري مصريون ابائهم اجانب؟ حضرتك دي ما نقدرش ان احنا نقول ان يدخل المجلس مصريون ابائهم اجانب، او ان احنا يعني ايه، هذا الامر لابد ان يوضع له شروط وقيود، بحيث ان انا لابد ان اللي يدخل المجلس عندي مجلس النواب ده ويمثل هذا الشعب لابد ان يكون عاش في هذا الوطن وعاش هموم هذا الوطن ونشا فيه، ممكن وولاءه التام لهذا الوطن، اي ان يكون تام الولاء لي لهذا الوطن عشان يقدر يمثله. إذن طب أنا أضمن هذا الولاء إزاي؟ أضمنه بمنظومة من التشريعات اللي أحطها اللي هي تضمن لي إن اللي داخل ده ولاء لهذا الشعب وليس للآخرين. أما مسألة بقى ده هيبقى جنسيته إيه أو ده هيبقى متجنس إيه؟ بالجنسية أو أبوه إيه أو الأمور دي كلها لابد أن يدرس في إطار من الواقع، في إطار من الحوار المجتمعي، عدد المتجنسين قد إيه؟ موجودين في مصر ولا مش موجودين في مصر؟ هل التحقوا بالخدمة العسكرية أو ما لهمش التحق بالخدمة العسكرية؟ على ضوء كل الوقائع دي وعلى ضوء دراسة هذه الوقائع أقدر أقول يعني لازم يبقى فيه حوار مجتمعي، لازم يبقى فيه وقائع مادية، لازم يبقى فيه مناقشات واسعة عشان أقدر أحدد. أما أن أنا أقول الحزب بيقول يخشوا أو ما يخشوش دي مسألة لا يعني. طيب مهندس أيمن هيبة يعني لا تجوز يعني فيما يتعلق بأنه جعلناها هكذا مصريا فقط وليس من أبوين مصريين، لأن النص الدستوري قال مصريا فقط ولم يقل أبوين مصريين. النص الدستوري نص عام يعني كان يمكن أن يكون هنالك تفصيل في هذه النقطة بالذات. لماذا لم يأتي هذا التفصيل في هذا القانون وأنت كنت حاضر لجلسة التصويت؟ أنا كنت حاضر وكان الاتجاه العام أن هو يكون مطابق للدستور حتى لا ندخل فيه شبهة عدم الدستورية، وإن كان الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية كانت ستغنينا عن هذا الأمر. فأنا كنت أفضل أن كنا نقيد أن يكون من أب مصري زي القانون ما كان كتب القانون السابق، لكن إطلاقها على هذا الأمر أعتقد أن هتسبب مشاكل خصوصا مع قاعدة الاستثناء من الخدمة العسكرية زي ما حضرتك أشرت في الفقرة السابقة. وما هي المشاكل؟ احنا عايزين نعرف ايه المشاكل.
في رأيك يعني مشاكل أن يكون هناك من تجنس بالجنسية المصرية واستثنى من الخدمة العسكرية ثم أصبح عضو بمجلس النواب المصري. طيب ودي ايه المشكله فيها؟ هذه انا اعترض عليها في جزئيه بس بعد اذن حضرتك في جزئيه صغيره جدا. انا طبعا انا نظريا قد اتفق مع حضرتك نظريا ولكن عمليا هل يعني هل وزاره الدفاع كان بيحب امه اكتر من ابوه؟ هل لا 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 بعيدا عن هذا الامر انا بتكلم عن الواقع العملي. الاستثناءات في يد وزير الدفاع المسؤول عن الجيش المصري، مسؤول عن حمايه هذا الوطن. انا مش بتكلم عن وزير الدفاع، انا بتكلم عن الجيش وعن وزاره الدفاع وعن القوات المسلحه هي المسؤوله. هل يبقى في ذهني ان القوات المسلحه هتستثني من ترى او من تظن انهم قد يكونون يعني سيتسببون بضرر؟ يا دكتور خالد احنا ما دخلناش بقى في الضمائر، انا القوانين القوانين لا تحدد يعني ده صحيح وتشترط شروط. ولذلك انا قلت ايه؟ قلت عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، حتى الالفاظ القوانين كلها تحتاج والشروط الى اعاده نظر. بالظبط، انا اكثر ما اخفني حضرتك قلت الكلام ده صح فعلا، المنظومه تحتاج الى اعاده نظر. ده الفيصل، أنا أخفني الإجابة حينما سألك هل في حالة الفرض الجدلي لا نسلم به أصول غير مصري للبرلمان. هو مصري بس ليس من أب المصري. مصري مشكوك في مصرياته. ماشي، مصري مش مشكوك لأنه تجنس، ماشي، معاه جنسية كاملة يعني من أب أو من أم. هل انت تبقى مستريح نفسيا؟ ما انا قلت لحضرتك انا ما اقدرش ان انا طب وانت كراوي القانون اوافق الا تظن انه لو انت استثنيت هؤلاء هذا النفر من المصريين المتجنسين انت بهذه الحاله تخالف في المواثيق الدوليه اللي انت موقع عليها الخاصه بالمساواه بين المواطنين وفي الحقوق وفي الواجبات وفي هذه مواد حاكمه. هذه مواد حاكمه وتمس سياده المصريه ولا يجوز التعويل على غيرها. هي شروط بتوضع جمال دكتور خالد، من حق المشرع ان يضع هذه الشروط وان يمنع. اذا كان الدستور اللي هو الحاكم للمصريين جميعا لم يشترط ان يكون من ابوين مصريين يا الوافي عليه الشرط 65% يعني حينما اعترضنا على الدستور قطع بالامر اليقين. المنظومه تحتاج الى اعاده نظر للاسف يعني، وانا بقول نبهنا وحذرنا وقلنا اعاده نظر قبل ان تنتظر مجلس الشورى الان افضل من ان انا اعيد نظر لما ينتخب مجلس النواب. احنا ليه غاويين تضيع وقت؟ بالظبط، ليه نعمل ده وما يجي غيرك يصلحه؟ وليه لما يجي غيرك يركب يصلحه؟ لا هي مش معلش مش كان في شو عدم دستوريه؟ لا اصل معلش حتى لا اقول ما هو انا محلل؟ لا لم اقل لا والله مش لو انا محلل اصل انا ببقى قاعد وبعدين افاجئ ان انا قلت حاجه وبعدين الاقي قد يكون ان انا ما عرفتش اعبر انا قلت ايه. قلت ان الدستور حدد في الاحكام الانتقاليه ان هذه ايمن عشان كده يعني انا لازم ارد ما حدش قال حاجه ثانيه بالظبط كده. ان الدستور حدد احكاما انتقاليه، هذه الاحكام الانتقاليه لانتخاب هذا المجلس، مجلس النواب القادم. هذا المجلس بالفتره دي بمجرد انتخاب هذا المجلس سوف تلغى هذه القوانين، لان مجلس النواب القادم هذا المجلس القادم أو قد تمر. لن تمر لا لن تمر لن تمر. بنعمل ايه؟ طب ليه انا ما طلعتش محكوم باحكام انتقاليه في الدستور؟ هو ده اللي انا بقول عليه. اذا انت حضرتك هتخش هتعيد النظر في كافه القوانين المكمله. ده مش تضييع وقت يا سيدي، لان الدستور تضمن احكاما جديده. يا دكتور ان انا اطلع يا سياده المستشار الدستور تضمن احكاما جديده. اتفق معاك اذا كانت هذه كل ده سيعاد في النظر. اذا كان حضرتك متاكد ان القوانين دي هتلغى بقوه القانون وليس بقوه القانون، لان الدستور جديد هيحتاج الى القوانين. اذا فلتسمعني في هذه النقطه، اذا كنت تؤكد ان كل القوانين الصادره من مجلس الشورى بصفه انتقاليه ستلغى عن مش الخبر. الشورى يا سيدي الفاضل مش هو بيتكلم على قانون الانتخابات. مش قادرين انا هذا القانون صدر خالد. من مجلس شعب موجود حاليا كحكم كفتره انتقاليه كاحكام انتقاليه في الدستور. يا سيدي الفاضل الدستور حتى 10 احكام انتقاليه، هذه الاحكام الانتقاليه ليس لها بتنظم، بتقول ان احنا كان عندنا قوانين بتنظم الانتخابات وقوانين بتنظم مباشره الحقوق السياسيه والى اخره وفقا للدستور القديم الذي ألغي. لكن انا عشان اعمل انتخابات لابد ان انا همشي على هذه القوانين. انا متفق معاك. الدستور الجديد وضع منظومه جديده خالص. انا عايز اسالك سؤال بس مهم.
حضرتك بتقول لي الاحكام القوانين دي ستلغى عند انتخاب مجلس النواب. نعم. عشان يصدر غيرها. لا مش هتقول مش هتقول يقول هذا القانون فقط يا سيدي الفاضل. بس إيه؟ حضرتك معلش في جزئيه تشريعيه صغيره جدا. طيب خلونا ننتقل. الدستور له قوانين اسمها القوانين المكمله. هذه القوانين المكمله اللي هي قانون الانتخابات قانون الانتخابات احكام انتقاليه. لا سيبك من الاحكام الانتقاليه. سيبك من دي. الدستور قبل طيب يعني انا اعتقد انه نظم ما تقوله يا دكتور خالد واضح اعتقد للجميع انه هو هذا القانون الخاص بالانتخابات هو قانون مؤقت خاص بهذه الانتخابات فقط. صحيح. وانه حينما يعني ياتي موعد انتخابات جديده سينظر مجلس النواب باي حال من الاحوال في هذا القانون وسيرى ان كان يعدله لا او لا يعدله مش هينظر او يصدر قانونا جديدا. الاحكام في الدستور الجديد مختلفه تماما. احكام الانتخابات مختلفه. ما عنديش حاجه اسمها نسبه عمال وفلاحين. واخد بال حضرتك؟ اذا لابد ان انا اشوف نسبه العمال والفلاحين. ثانيا الدستور اعطى الحق ان انا اعملها قائم او فردي او اعملها باي شكل اخر. اذا يبقى كل ده هيبقى اطار مطروح لمجلس الشعب الجديد عشان يعمل قوانين مكمله وفقا للدستور الجديد. طيب. اما الاحكام الانتقاليه العشرة دول فدول بيقولوا احنا هنمشي على المجلس ده وفقا للايه للدوره القادمه فقط. بس انا معاك فده اللي انا بتكلم فيه. لكن هل هذا الماده الثالثة أو الأخرى كل الفقرة الثالثة التي أثارت جدلاً اليوم؟ لا لو تسمحوا لي المجلس الشورى رفض الاقتراح الذي تقدم به النائب جميل حليم بأن يكون هنالك مقعد قبطي بكل محافظة. حليم قال نحن في حاجة إلى تمييز إيجابي والمساواة والديمقراطية تقتضي مشاركة من جميع أطياف المجتمع بدون تهميش، متسائلاً أين تمثيل الأقباط، لافتاً إلى أن كل ما نطلبه أن يكون الأقباط فاعلين بالمجتمع. وهنا أسأل مستشار نبيل بوصفك عضو مجلس الشورى وقبطي هل وافقت على هذا المقترح؟ مقترح جميل حليم. بص الأول أنا عضو مجلس الشورى فأنا أمثل الأمة لا أمثل أقباطا فقط أقباطا ومسلمين. وهذا اليمين الذي أقسمت عليه. طبعا. مضافا إلى ذلك أنا كان يعنيني من قبل الأعباط الشباب والمرأة. حقيقة الأمر غير متخيل بعد ثورة فيها شباب ضحى بعمره، شباب ده اللي فجر الثورة، شباب ده اللي عمل الثورة، هما فين شبابهم؟ راحوا فين؟ فين حقهم؟ فين مكانهم في وسطينا؟ إحنا جيلنا ما عرفش يعمل ده ولا قدر يعمل الربع ده، ولازم نعترف بكده. كانوا أجرأ مننا وأقوى مننا وضحوا علشان إحنا نعيش. أنا مش متخيل إن برلمان بعد الثورة ما بقاش فيه كرسي دائم للشباب. إمتى مكن الشباب؟ مش هفعل دور الشباب. إمتى أخلق قيادات ولا أعمل زي الحزب الوطني أجرف القيادات؟ وساعة الجد ما لقيناش قيادات. إن الحزب الوطني كان مسيطر على الحاشية وكان يقتل القيادات التي تظهر. هذه كانت قضية بالنسبة للمجموعة الليبرالية والمدنية داخل مجلس الشورى. تعال بقى نتكلم على المرأة والأقباط. أتكلم عليك فيهم. احنا رحنا الاتحادية وشبه قد يكون اتفقنا جوه الاتحادية على أن تكون المرأة في النصف في الثلث الأول من القائمة، وحاولنا تمرير مش كوتا اللقباط. يعني اللقباط سنة 23 رفضوا الكوتا. أنا هاجي في 2013 أقبل الكوتا. هو سعد زغلول لما قال عار على اللقباط أن يكونوا رعاية ويقبلوا كوتا، أنا النهاردة هقبل الكوتا بس الضرورة تتيح أن يكون هناك تمثيلاً نسبي وحقيقي لمفردات وهل المجتمع. هذا ينبغي أن يجد سبيله إلى النص القانوني والنص الدستوري ولا باتفاق بين الأحزاب المختلفة على قواعد جديدة للعبة ترعى التمييز الإيجابي تجاه المرأة وتجاه الأقباط وتجاه الشباب وتجاه الأطراف وتجاه الأقليات بكل أشكالها؟ أحكي لك المخرجات التي لم تظهر للناس. احتكمنا في اللجنة التشريعية إلى 5 أعضاء قانونيين، دكتور رمضان بطيخ والدكتور جبريل وكان منهم جميل وأظن مين تاني محمد محي 5 عشان نلاقي ممثل من حزب النور
أسامة فكري. أسامة فكري. واتفقنا على تمثيل الأقباط. بس إزاي نلاقي آلية لتخريج. وجدنا آلية فعلا. علشان يبقى الهندسة الانتخابية لا تصطدم بالمحكمة الدستورية. آلية قانونية أم آلية سياسية؟ قانونية. قانونية. ووجدت. ليه بقى؟ ما أنا هقول لك دلوقتي بلغي لك. أنا بحكي لك إزاي يتفق وإزاي ساعة الجد ما نلاقيش حل. لا هو إزاي تحطها في القانون من غير ما المحكمة الدستورية تقول إنه غير دستوري. دي مش مشكلة على فكرة. التمييز الإيجابي. المحكمة الدستورية لها أحكام. يعني عمال وفلاحين ده مش تمييز إيجابي؟ تمييز إيجابي. بس موجود في الدستور. خلاص؟ والمرأة تمييز إيجابي؟ تمييز إيجابي. ومين قالك إن المحكمة الدستورية مش هترجع التمييز؟ وهو على فكرة الموافقة على المرأة عشان هم ضامنين إن المحكمة الدستورية هترجعه. عشان بس لا نخدع. وأنا بقولها لك من النهاردة. هم مفوتينا عشان المحكمة الدستورية هترجعها. المهم ناهيك عن ده. أصرينا في جلسة اليوم أن نستمع لرأي أكبر اثنين أساتذة دستوريين في الإخراج القانوني الذي لا يصطدم بالمحكمة الدستورية. رفض رئيس المجلس. 13 واحد طلب منه يا رئيس اسمع الدكتور جمال جبريل، يا رئيس اسمع الدكتور رمضان بطيخ. أظن أن يعني ما سمعش حد فينا. وسمع دكتور ماجد الحلو. انا عايز اضيف بس بسرعه لان قربنا نخلص. عايز اسمع تعليق اخير من الدكتور خالد. وصلنا الى صياغه وافق عليها خبراء القانون في اللجنه التشريعيه والدستوريه في اللجنه المصغره اللي بصقت على اللجنه التشريعيه والدستوريه، لكن للامانه عارضها احد ممثلي الاقباط وقال بالنص الواحد انتوا بتفصلوا ماده عشان تجيبوا نجيب ساويرس واتباعه وعماد جاد وأتباعه. قال كده رامي لكع. مش لا هقول حد بالاسم. لا رامي النهارده قال لك لا. واحنا قلنا خلافاتكم. لا لا لا. خلافاتكم المذهبيه بلاش. وفي بيان وقع عليه مفكرون اقباط ورفضوا. لكن احنا مش بنتكلم احنا رفضوا الكوتا. بلاش الكوتا. احنا مش بنتكلم بلاش التمييز الايجابي. ايه المقترح اللي كان موجود؟ التشريعات الحمائيه في الفئات اللي احنا عارفين انها لن تمثل نتيجه مثلا الاقباط عندهم مشكله ايه؟ موجودين بينا وموجودين بقوه موجودين. انا اقول لك المقترح. المشكله ايه؟ مشكلة انهم موزعين توزيعهم الجغرافي لا يسمح بتمثيلهم في البرلمان بانتخابهم. وبالتالي موضوع الكوتا كمان هم رافضينه واحنا نرفضه. التمييز هم رافضينه واحنا نرفضه. لكن كان لابد. لكن فكره مقعد تشريعات حمائيه للفئات الاضعف لتدعيم المشاركه السياسيه لفتره انتقاليه. لو مرأة او شباب او يبقى مقعد الاقباط مقعد للمرأة أو احد الاديان السماويه عشان ما يبقاش في تخصيص. احنا قلنا برده ده مقترح انا سابقا تقدمت بيه في اللجنه التشريعيه ان الماده بتاع اللي هي الخاصه بالمراه الماده 3 فقره 5 يضاف وفي جميع الاحوال يجب ان تتضمن القائمه امراه واحده على الاقل. قلنا امراه او قبطي او شاب في النصف الاول. دي فيها مخرج لناس مش عايزه المراه والاقباط. ممكن تحط شاب، في ناس تحط قبطي، في ناس تحط امراه. برضو دي اترفضت. يعني النور عندهم مشكله مع المراه. دي برضو رفضت. تحط شاب. تحط شاب. دي رفضت برضو من 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 احد ممثلي الاقباط في اللجنه التشريعيه والتصديريه. ما 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 الكلام ده مش صح. طيب دكتور خالد. طيب هو سريعا كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا احب اوضح نقطه مهمه جدا. اولا الاقباط في مصر ليسوا فئه ضعيفه او نقول ان هي فئه اقليه سياسية. لا 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 نحن اولا احنا بنؤسس، احنا عندنا دلوقتي تاسيس لدوله ديمقراطيه، دوله يكون فيها المواطنه هي الايه الحقوق متساويه للجميع. اذا انا عندي دلوقتي على مستوى العالم، على مستوى العالم لسه في بحث معمول من الجامعه الامريكيه. الجامعة الأمريكية مش هنا، يعني الجامعة الأمريكية حاطة موضوع الكوتا وموضوع التمييز الإيجابي للآخرين. هذا الأمر مرفوض في أكتر من في أكتر دول العالم الديمقراطية. يعني في أمريكا فيها تمييز إيجابي. لا 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 أمريكا حضرتك بص حضرتك أنا متأكد إن أمريكا ما فيهاش تمييز إيجابي. والمحكمة الدستورية العليا رفضت. اسمح لي بس أمريكا لما نزل فيها باراك أوباما وهو رجل من أصول أفريقية نجح في مجتمع صحيح. يغلب عليه البيض. صحيح. يعني صحيح. يعني انت بتتكلم على حاجه مختلفه، ثقافه مختلفه. صحيح. 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 بعد 60 سنه او بعد 40 سنه من هذا التعصب. لكن التمييز الايجابي موجود في الغرب، موجود في بريطانيا، موجود في اوروبا، موجود في كل دول العالم. ليس هناك تمييز ايجابي. ليس هناك حتى لا 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 اولا ليس هناك تمييز. التمييز الايجابي لم يحدث الا في الدول الطائفيه اللي عندها عده طائف، فقال لك نحط هنا ناخد مجموعه من الفئه كذا ومجموعه من الفئه كذا ومن محاصصه وليس تمييز ايجابي. وهذه الكوتا دائما ما تهدم اساس المجتمع. حد
حدش عايز اساس كل. المجتمع الديمقراطي هو اللي بيتكلم عليه اساس الكوتا. مش انا بتكلم يا دكتور خالد بس علشان تجاوب على السؤال الصح. السؤال الصح مش الكوتا خالص علشان من ولا تمييز ايجابي. لا لا في تشريعات حمايه مساله الكوتا لفتره انتقاليه لان الاقباط نفسهم رفضوا المشاركه السياسيه. لكن الذي طرح ما هي مشكلته مرفوضه لان هم مش فئه مستضعفه. هم فئه مين قالك مستضعفين؟ لا ما حدش قال مستضعف ولا اقليه. هم مصريون لهم كافة سيد الفاضل. ما انا بتكلم لهم كافة يعني مسألة لماذا الحماية. لماذا تميز القبطي او لماذا تميز المسلم في النزول الى المجلس خالد. لا انا بقول يا جماعة المجلس الماضي حتى كنت عضو فيه صحيح. كان فيه كم قبطي؟ 10 خمسة منهم معينين كان فيه كم امرأة؟ 10 اثنين منهم معينات وواحدة تجمع بين الأمرين. فبنتكلم على واقع. غير ثقافة المجتمع. انشر ثقافة طبعاً. للمجتمع ده معلش ما دي النقطة اللي أنا بتكلم عليها. معلش دي ثقافة الأحزاب. حينما ترى الحزب أي حزب معلش يعني أنا مش بتكلم عليه. أنا موافق. هذا الحزب اللي بينزل لي قائمة ليس عليها امرأة ولا قبطي في حين أن حزب الحرية والعدالة اللي عايز يأس إحنا نزلنا على كل قوائمنا امرأة وكانت في بعضهم في مراكز متقدمة كمان وكانت في مراكز متقدمة انتوا نزلتوا كمان مرشحة لرئاسة الحزب وأكثر من هذا اللي نزل على القوائم من عندنا أكثر لا حقيقي اللي نزل ودخل المجلس من المرأة كان حزب الحرية والعدالة. إذن الأحزاب عليها دور مش إن أنا هعمل قوانين. لا انتوا يا جماعة إذا طيب. كنا عايزين المجتمع يبقى فعلا مجتمع ديمقراطي وعندي مساواة بحق وحقيقي نزل شباب عندك نزل امرأة. انما الاقي الاحزاب طبعا حينما تتكلم الاحزاب عن ذلك لكن القائمة بتاعته كلها ما فيهاش ولا امرأة ولا فيها عندك 10 مليون ذو احتياجات خاصة صحيح مش كده برضك؟ يعني تفتكر مجتمع فيه 10 مليون سيبك بقى من الاقباط والشباب والمرأة وكل اللي انت عايزه هل لا يجوز أن يعبر عنهم نسبة وده تمييز إيجابي محبب؟ طيب شكرا جزيلا لكم. للأسف الحوار يعني يحتاج إلى ساعات طويلة لكن أعتقد أن احنا وضحنا أشياء كثيرة في حوار الليلة خاص بالمواد التي طرحت للنقاش اليوم في قانون مباشرة الحقوق السياسية في مجلس الشورى. ثلاث نقاط تحدثنا عنها وهي جنسية من يترشح للمجلس وموقفه من التجنيد ثم مسألة الكوتا أو الحصة المخصصة للفئات التي قد يكون تمثيلها في البرلمان لا يعكس وجودها الحقيقي في المجتمع. وبهذا ينتهي الحوار. أشكركم مشاهدينا الكرام وأشكر ضيوفي في هذه الليلة. الدكتور كان معنا الدكتور عصام شبل عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط وانضم إلينا في النصف الثاني من هذه السهرة الدكتور خالد محمد عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة. شكرا جزيلا. وأشكر المهندس أيمن هيبة عضو مجلس الشورى وعضو المكتب السياسي لحزب غد الثورة. شكرا لحضرتك. وكذلك المستشار نبيل عزمي عضو مجلس الشورى وعضو حزب مصر. شكرا جزيلا لحضرتك. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام ولكم تحيات فريق العمل وتحيات زين العابدين. توفيق. إلى اللقاء.